لأن في آية قرآنية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوء. أنت ما تدوريش ما تدوريش. فتشي في التليفون؟ زمان. لحد امتى كده؟ لحد كام سنه؟ لحد ما لقيت الدين بيقول لي لا. الدين بيقول لي تصوري على التليفون لا. تخيلي؟ لان في ايه قرانيه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسوء. انت ما تدوريش. ما تدوريش. ليه تدوري تنكشي عن نكد؟ ليه؟ بندور عن نكش على نكد بمنكاش. ايوه ده انت ممكن تروحي المأذون بسبب تليفون رسالة. بالظبط. ليه؟ بالظبط. ليه يبقى مضطر يقول لحد شكرا حبيبتي ألف شكر؟ انت بتقول حبيبتي؟ حبيبتي. قولي لها الكاميرا معاكي، قولي لها ليه؟ يعني ليه مثلا اقول له انت جارتنا وهي طالعه قالت لك ازاي حضرتك انت عامل ايه؟ فانت رديت قلت الحمد لله وابتسمت. ليه؟ ده في واحده ممكن تمسكها له زل 10 سنين قدام. لا الراجل ما بيحبش الست الزنانه. طبعا الزنانه طبعا هو بيوصل ساعات لمرحله ان هي تبقى عندها خرس، هو عنده خرس نتيجه النكشه على المشاكل، عشان عارف انه لو فتح موضوع هيحصل مشاكل مش هيعدي مرور الكرام.